كما وصلنا هذا التقرير، حيث تم التوقيع اتفاقية تمويل بين وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والصندوق السعودي للتنمية، حيث يقدم الصندوق بموجب هذه الاتفاقية قروض مالية لتنفيذ مشاريع زراعية. التفاصيل لدى محمد عثمان بشير والمزيد عن هذه الاتفاقية. في إطار التعاون المشترك بين البلاد والدول الصديقة في العديد من المجالات الاقتصادية، جاءت مراسيم التوقيع على اتفاقية قرض بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية تشاد، وذلك في إطار تمويل مشروع لتشييد سدود المياه الصغيرة لري الإنتاج المحاصيل الزراعية وكذا تربية الدواجن والثروة الحيوانية في المناطق الريفية. هذا وقد أكد نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية في كلمته بأن الصندوق يعمل في كثير من المجالات التعاونية وخاصة تمويل المشاريع ذات الأولوية. متابعة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتشاد في إطار العون التنموي، وهذا ما يقوم به الصندوق السعودي للتنمية. وكان لنا فرصة هذا اليوم أن وقعنا قرض بمبلغ 25 مليون دولار في قطاع الزراعة والمياه، وهي بناء سدود وتنمية أراضي فلاحية وحفر آبار وأيضا تنمية الثروة الحيوانية. بكل الأحوال هذا قطاع هام وحيوي في تشاد، وإن شاء الله مأمول منه أن يكون له مردود على مواطني تشاد. كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي أنجيتو تيرانا يامباي الذي أشار في حديثه الترحيبية مثمنا جهود الصندوق السعودي للتنمية على دعمه لسياسة الحكومة الرامية إلى تحسين ظروف الحياة الاقتصادية ومحاربة الفاقة والبطالة وتوفير الأمن الغذائي، وأن مثل هذه المشاريع التمويلية تساهم في دفع عجلة التنمية الريفية في جميع الأراضي الوطنية.